يعني ايه يا فندم؟ اولا ناكد على الواضح او اللي احنا فهمناه، انه يتم تقييم الطالب على مستوى 3 سنين، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، صح يا فندم؟ صح. طب ممكن يشديك بس اقول مقدمه بسيطه كده، يعني جزء ايه فلسفه التغيير بس عشان نفتكرها، والجزء الثاني بلفت نظر الناس الى ان القوانين بتصاغ صياغه معينه بلغه معينه يقوم بها اهل التشريع، يعني مفهوم. فهي لا تقرا قراءه الكلام اللي احنا بنكتبه او القرارات الوزاريه او الاداريه. فاستنتاج الاشياء من لغه القوانين بيبقى فيه خلل، وعشان كده الناس سارعت بقراءه ما بين السطور، فهنحاول نشرحه شويه. انما احنا زي ما حضرتك قلت من 3 سنين كانت الخطه واضحه جدا ان احنا ربطنا طريقه التقييم المعمول بها في مصر عبر سنوات وطريقه الدخول الى الجامعه بمشاكل مزمنه حولت او الهت الناس عن فكره التعليم اصلا، واصبح المرور من عنق الزجاجه هو الهدف الاوحد، بدليل ان احنا مهما قدمنا في التعليم فيظل الحوار والجدل حول شيء واحد وهو الامتحان. هنجح ولا مش هنجح؟ احنا طول ما احنا بنتكلم على الامتحان يبقى احنا ما حققناش الهدف. الهدف هو ان احنا نتكلم عن الحاجه اللي بنتعلمها او المصادر التعليميه او التعليم نفسه، ونقتنع انه الوصول الى الشهاده دي المفروض انها بتقول ان الطالب ده عنده يمتلك من المهارات ما هو يكفي لدخوله الجامعه او سوق العمل. بس ما يبقاش ان انا اوصل لمعادله فيها مقدره على حل امتحان له شكل انا حافظه وما عنديش المهارات دي. أيوة. احنا بنحاول نغير هذا الخط اللي مشينا فيه اجيال كتيره جدا، وبدانا ده سنه 18 فعلا بتغيير نظام التقييم، ابتدى في اولى ثانوي في 2018 لو حضرتك تذكر. أيوة. واهتمينا اكتر بموضوع التابلت عن فلسفه التغيير، فكانت القيمه كلها في اتجاه الاسئله لقياس نواتج مخرجات التعلم وليس استرجاع المعلومة. والولاد اتدربوا على ده الحقيقة 2 سنين، اللي هم كانوا في أولى راحوا تانية ودلوقتي بقوا في تالتة. فجاء الوقت إن احنا نغير المادة اللي هي المادة 28 من قانون التعليم اللي هو كبير جدا، الخاصة بتحديد شكل امتحان الثانوية العامة اللي هو كان عامل كل المشاكل دي، ده لأنه كان الدخول للجامعة مرتبط بامتحان واحد فقط. ده هي دي النقطة اللي أنا ما كنتش فاهمها، اللي أنا كنت لسه هسألك عليها. اتفضل يا فندم. ما هو كان معمول هي فرصة واحدة وامتحان أوحد، بيعملوه كل الطلاب فرصة واحدة، يا صابت يا خابت. أيوة. ونخش بيها الجامعة عن طريق التنسيق اللي هو نظام غربلة مبني على نتيجة هذا الامتحان، وبالتالي أي طالب بيحب حاجة معينة ممكن ما يحصلش عليها لأنه خد فرصة واحدة، حتى لم تتاح لي الفرصة إنه يجتهد ويحاول تاني. فإحنا بنحاول نغير كل ده